السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخوكم فوزي من تونس يحييكم بتحية الإسلام. ستبقى هذه الفيديوهات والصور خالدة إن شاء الله، وهذا ما صدناه هذا اليوم. تلك الأنثى أول ما اصطدناها فأنجبت لنا الخير من هذه الذكور. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، لا قوة إلا بالله. أول ما استفتحنا على هذه الأنثى، ثم انهمر الخير، وكما تشاهدون هذا ما اصطدناه هذا اليوم بمشيئة الله. أخوكم فوزي يحييكم بتحية الإسلام، وستبقى هذه الفيديوهات والصور التي أنزلها على الفيسبوك والإنستغرام وغيرها ستبقى ذكريات خالدة إن شاء الله، ستراها الأجيال القادمة بإذن الله. تحياتي، أخوك فوزي من تونس. إن شاء الله تبارك الله. أول ما بشرنا بهذه الأنثى ما شاء الله تبارك الله.